احنا دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن الايه، بعد ما اتكلمنا عن الجيرات وشفناها بحواراتها، دلوقتي هنشوف ايه؟ هنشوف السلايد. السلايد اللي عندي هتكلم برضو عن نفس الاورجنز بس معاهم اورجن واحد زياده. هتكلم عن الثايرويد، هتكلم عن البارا ثايرويد، هتكلم عن الادرينال، وهتكلم عن البريستي. هتكلم تاني الثايرويد واختها البارا ثايرويد، هتكلم عن الادرينال والايه والبريست. طيب اول حاجه هتكلم عنها الثايرويد. في الثايرويد هتكلم عن ايه؟ بسم الله انا طيب هتكلم في عندي الثايرويد. تمام، قلت الثايرويد هتكلم فيها عن حاجات هتبقى نون نيوبلاستيك. تمام، دايما كده بنقسم الحاجات دي كده عشان خاطر ايه، بتسهل على الموضوع. نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك. تمام، نيوبلاستيك. طيب النون نيوبلاستيك هيكون عباره عن ايه؟ هتكلم عن المالتي نودولار جويتر، هتكلم عن المالتي نودولار جويتر، وهتكلم عن الهاشيموتو ثايرويدايتس. هتكلم عن الهاشيموتو. يبقى في الثايرويد هتكلم في النون بلاستيك عن المالتي نودولار جويتر، وهتكلم عن الهاشيموتو ثايرويدايتس. طب وفي النسبه للنيوبلاستيك هتكلم عن الحاجات اللي انا اتكلمت عليها، وانا اتكلمت بالجرات فوق. هتكلم عن الفيلوكيلر، الفيلوكيلر ادينوما اللي هي بيناين تيومر، الفيلوكيلر ادينوما اللي هي بيناين تيومر. تمام، بيناين تيومر. وهتكلم عن ايه؟ وهتكلم عن البابيلاري كارسينوما اللي هو الموست كومن تايب من الكارسينوما اللي بتحصل فين؟ اللي بتحصل في الثايرويد. يبقى هتكلم عن البابيلاري كارسينوما اللي هو بيكون ايه؟ بيكون مالجنانت. خلاص، يبقى ده كده بالنسبه للتقسيمه بتاعه الثايرويد جلاند. يبقى الثايرويد جلاند هيكون فيها نوني بلاستيك ونيو بلاستيك. النوني بلاستيك عندي هشوف مالتي نودولار جويتر والهاشيموتو ثايرويدايتس. تمام، في النسبه للنيو بلاستيك هتكلم عن الفولوكولار ادينوما اللي هو كابيناين تيومر، وهتكلم عن البيلاري كارسينوما اللي هو كمالجنت ايه، كمالجنت تيومر. ده بالنسبه للثايرويد جلاند. طيب تاني جلاند عندي هتبقى عباره عن ايه؟ هتكلم عن الباراثايرويد. الباراثايرويد، الباراثايرويد هتكلم عن ادينوما هتحصل فيها، فهتكلم عن الباراثايرويد ايه؟ تبقى عباره عن ادينوما بس. تمام، يبقى انا افتكر ان الباراثايرويد بتبقى فيها بيناين تيومر في السلايدز اللي عندي، هتبقى ادينوما، ادينوما عاديه خالص. طيب التاني اللي هتكلم عنها هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الادرينال، الادرينال جلاند. انا كنت اخدت جار فوق الادرينال كان كارسينوما صح، اللي هو ايه، ادرينال كورتيكال كارسينوما. هي نفسها نفس الجار، خدت منه شريحه، فهي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اللي هي ادرينال كورتيكال كارسينوما. تمام، يبقى هتكلم عن ادرينال كورتيكال كارسينوما عشان خاطر نسيت ان الباراثايرويد كان فيها البيناين تيومر فتبقى ادينوما عاديه، انما الادرينال جلاند بتبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الكارسينوما. هم دي فيها شريحه واحده ودي فيها شريحه واحده. تمام، طيب بالنسبه بقى لاخر حاجه عندي اللي هو ايه، اللي هو البريست. تمام، بالنسبه لاخر حاجه عندي اللي هو مين، اللي هو البريست. البريست هشوف عندي هيبقى فيه حاجات في الميل وهيكون في حاجات في الفيميل. تمام، الحاجات اللي في الميل هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن جاينيكوماستيا، جاينيكوماستيا. تمام، يكون عباره عن جاينيكوماستيا. طب بالنسبه للفيميل، الفيميل برضو هيكون في عندي نيوبلاستيك ليجن او نون نيوبلاستيك ليجن، نون نيوبلاستيك، وهيكون في عندي نيوبلاستيك اللي هو تيومرز، نيوبلاستيك اللي هي الايه، اللي هي تيومرز. تمام، طيب اول حاجه بالنسبه لي الجاينيكوماستيا هتبقى عباره عن شريحه واحده بس وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه، وكده خلصنا دي. طب بالنسبه للنون نيوبلاستيك هيكون في عندي ثلاث حاجات. تمام، حاجتين انا اتكلمت عنهم قبل كده جروسلي، اللي هم عباره عن ايه، اللي هم عباره عن الفايبرو ادينوما، الفايبرو ادينوما اللي هو عباره عن موست كومبيننت تيومر بيطلع في الايه، الموست كومبيننت تيومر بيطلع في البريست اللي هي الفايبرو ادينوما. وهتكلم عن ايه بقى؟ ده الفايبرو ادينوما ده اللي هو النيوبلاستيك تيومر. لا سوري، هو انا هنا مش هتكلم عن الفايبرو ادينوما، هنا هتكلم عن الفايبرو سيستيك ديزيز. تمام، هتكلم عن فايبرو سيستيك ديزيز، هتكلم عن فايبرو سيستيك، هتكلم عن فايبروسيستيك ديزيز. تمام، يبقى كده النون نيوبلاستيك ليجن اول حاجه هتكلم عنها الفايبرو، هتكلم عن الفايبروسيستيك ديزيز. وهتكلم عن ايه كمان؟ هتكلم عن الكرونيك بريست ابسس، برضو اتكلمت عنه ايه، اتكلمت عنه جروسلي. هتكلم عن الكرونيك بريست ابسس وهتكلم عن الفايبروسيستيك ديزيز. طيب وهتكلم عن ايه بقى؟ حاجه ما اتكلمتش عنها اللي هي الايه، اللي هي الماماري دكت اكتيزيا، ماماري دكت اكتيزيا. تمام، وهنعرف كل حاجه وكل الكلام سهل وكل واضح اصلا من ايه، من العنوان. تمام، يبقى هتكلم عن دكت اكتيزيا. كان اسمها الثاني ايه؟ كان لا اسمها اللي هي اسمها بلازما سيل ماستايتس، يبقى كان اسمها بلازما، بلازما سيل ماستايتس. تمام، ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للنون نيوبلاستيك ليجنز. طيب بالنسبه للنيوبلاستيك ليجنز، النيوبلاستيك ليجنز هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن اللي هما بيناين وهتكلم عن مالجنت. تمام، بيناين ومالجنت. البيناين هتكلم عن ايه؟ البيناين هتكلم عن فايبرو ادينوما، فايبرو ادينوما اللي احنا اتكلمنا عنها جروسلي برضو الفايبرو ادينوما. وفي واحده ثانيه بقى اللي هي اسمها ايه، اسمها تيوبولار ادينوما. والتيوبولار ادينوما دي احنا خدنا تيوبولار كارسينوما في السي بي ال. تمام، بس دي عباره عن تيوبولار ادينوما اللي هو بيناين تيومر. خلاص افتكر ان هي ادينوما مش كارسينوما. تمام، بعدين عندي في المالجنت تيومرز اللي انا هتكلم عنها، هتكلم عن المالجنت تيومرز اللي احنا خدناهم، مش هكمل هنا، اللي هما مين، عباره عن الانسايتو اللي هي بتبقى ايه، اللي هي بتبقى الانترادكتال كارسينوما، فيجوال سراوندنج. فتبقى ايه، انفيزيف او انفلتريتد، انفيزيف دكتور ايه، انفيزيف دكتور كارسينوما. خلاص، يبقى
الشرايح اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، خلاص سهلين جدا ومفهومش اي حاجه. ماشي، دلوقتي بقى هنبدا. اول حاجه هنتكلم عن الثايرويد جلاند. قلنا الثايرويد جلاند هتكلم فيها عن حاجتين مش نيوبلاستيك، المالتي نودولار جويتر، وهتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الهاشيموتو ثايرويدايتس. طيب اول حاجه هناخد لون ايه؟ خلينا ناخد لون، نختار لون، انا بحب اللون ده. ماشي، طيب اول حاجه المالتي نودولار جويتر، اول حاجه الاورجان بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ هيكون عباره عن الثايرويد. يبقى ده سيكشن فين؟ سيكشن في الثايرويد. من اسمها بتبقى مالتي نودولار جويتر، يعني ايه؟ يعني اشوف مالتيبل نوديولز. يبقى هي اسمها مالتي نودولار جويتر، يبقى اسمها مالتيبل نوديولز. اشوف ايه؟ بشوف مالتيبل نوديولز بتبقى ثابت مع بعضها بفايبرس سيبت او بايه، بكونكتيف تيشو. تمام، يبقى عباره عن مالتيبل نوديولز ثابت بفايبرس سيبت او كونكتيف تيشو، بتبقى بقى شكلها فاريبل في السايز والشيب. طيب هي بقى عشان خاطر اميزها شويه من الهيستولوجي، بتبقى لايند بلو كيوبويدال ابيثيليوم، لو كيوبويدال ابيثيليوم، وبتبقى فيها ايه؟ بيبقى مليانه كولويد. يبقى بتبقى لايند بكوبويدال ابيثيليوم ومليانه كولويد. ممكن اشوف فيها انكروزز وكلاسيفيكيشن وهيمورج، ان احنا عارفين احنا كنا بنشوف المالتي نودولار جويتر. يبقى تاني شريحه المالتي نودولار جويتر اشوف ايه؟ اشوف اهم حاجه مالتيبل نوديولز. المالتيبل نوديولز دي بتبقى مليانه كولويد، بيبقى نفخها بزياده قوي، بيبقى ديستندد ايزينوفيليك كولويد، يبقى تبقى مليانه جدا دايليتد قوي، بتبقى كبيره قوي. عشان افرقها من الفايبرو ادينوما، عشان افرقها من الفلوكولار ادينوما، يبقى عشان افرق المالتي نودولار جويتر من الفلوكولار ادينوما لازم اركز في حجم الايه؟ حجم الفوليكلز. لو لقيتها كبيره قوي ومليانه قوي كلويد، يبقى دي عباره عن مالتي نودولار جويتر. لو انا لقيتها صغيره بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن فلوكولار ادينوما. تمام، بس هنشوفها لما نوصل لها. طيب يبقى هنا كده تاني عندي بقول يبقى انا كده عندي تاني بقول اهو، يبقى عندي ده سيكشن في الثايرويد. هشوف ايه؟ هشوف مالتيبل نوديولز بتبقى سيبريتد بسيك هاي لاين كونكتيف تيشو، بتبقى فاريبل في السايز والشيب، وتبقى لايند بلاير من اللو كيوبويدال ابيثيليوم، وبيكون فيها كولويد ماتيريال اللي هو ايه؟ ايزينوفيليك ماتيريال. ممكن اشوف اريا من النكروزس والكالسيفيكيشن، نكروزس وكالسيفيكيشن، ممكن اشوف فيها هيمورج كمان، بس هو مش باين عندي في الايه؟ في السلايدز. تمام، طيب نيجي هنا كده نبص على السلايدز اهو. دي السلايدز اللي كانت موجوده في الكتاب، بس هي مش واضح منها حاجه بصراحه، ان شاء الله مش هتيجي. تمام، هنا بشوف، هشوف موجوده في الاوزبي، السلايد دي موجوده في الاوزبي. تمام، نركز انها موجوده في الاوزبي. هنا كده عندي اهو، بسم الله، ده عباره عن ايه؟ هشوف هنا كده اللي هما هو واخدها كده على اصغر تكبير. تمام، هنا هي النيوديوز فاتت استندد بالكلويد، اهي مليانه كلويد كلها، خلاص اهي كلها مليانه كلويد، تبقى فاريبل في السايز والشيب، وتبقى سيبريتد بفايبرس فايبرس تيشو او كونكتيف تيشو. وقلنا نفس الكلام، ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام، طيب هنا كده نفس الكلام اهي، دي برده عباره عن ايه؟ دي برده دي صوره جميله اهي، دي بتبقى كبيره خالص اهي، تمام، مليان، دول كبار خالص دايليتد او ديستندد بايه؟ بالكلويد اهو. وقلنا اللاينج بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن كيوبويدال لو كيوبويدال لو كيوبويدال او لو كولامنر لو كيوبويدال ابيثيليوم او لو كولامنر ابيثيليوم. تمام، بس هي لو كيوبويدال يعني مكتوب. ماشي، يبقى كده عندي اهو، دي عباره عن الفوليكل اهي، بتبقى مليانه الكلويد اهو. تمام، ادي الفوليكل مليانه الكلويد، الفوليكل مليانه الكلويد، هنا اهو ندور على الفوليكل مليانه كلويد ومنفوخه، فوليكل مليانه كلويد ومنفوخه، مليانه كلويد، كل ده كلويد اهو. تمام، كل ده تمام. هنا هي برضو، هنا بقى ايه؟ هنا دوت نورمال، دوت نورمال، دوت نورمال ثايرويد تيشو. هنا بقى التيشو بعد ما حصل فيه الايه؟ المالتي نودولار جويتر. هنا الفرق، هنا مش مليان، مش مليان قوي، في منها فاضي. تمام، هنا الموضوع عادي. هنا بقى الفرق بينهم ان هو المالتي نودولار جويتر النوديولز اهي بتبقى مفصوله عن بعضها، ده عباره عن فايبرس تيشو. تمام، وده هنا كده بقى ايه؟ المالتي نودولار جويتر حصل هنا اهو. تمام، ممكن يبقى حته فوق، ممكن يبقى مش لازم يكون واخد جلاند كلها، ممكن يبقى في حته صغيره. تمام، من اسباب اللي هي السوليتاري ثايرويد نوديولز. ماشي، يبقى ده المالتي نودولار جويتر. طيب بعدين هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الهاشيموتو ثايرويدايتس. اول حاجه افتكر ان الهاشيموتو ثايرويدايتس ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن اوتو ميون ديزيز، صح؟ بيحصل عندي انتي بوديز، وبتكون الانتي بوديز اجنت البتاع ديت اللي هي ثايرويد، وبيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي الهاشيموتو ثايرويدايتس. اهم حاجه هتميز الهاشيموتو ثايرويدايتس ان انا عندي فيه ايه؟ انفلاميشن، بيكون في عندي انفلاميشن فظيع، كل تبقى الشريحه كلها نقط، كلها نقط، كلها نقط، اكني شايفه بالظبط ايه؟ اكني شايفه بالظبط الليمف نود. يبقى كده في الهاشيموتو ثايرويدايتس اكني شايفه ايه؟ اكني شايفه الليمف نود، بتبقى كلها مليانه ليمفوسيتك انفلتريشن. تمام، يبقى دي اهم حاجه. يبقى هنا كده عندي هشوف السكشن بتاعي بيكون فين؟ السكشن هيكون في الثايرويد. تمام، بنقول ان الفوليكل لاين تبقى اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم اللي هو بقى ايه؟ او الهارسل سيل. افتكر هاشيموتو بالاتش والهارسل سيل بالاتش، يبقى الهاشيموتو بالاتش والهارسل سيل بالاتش، والايه معناها ان هي اوتو ميون ديزيز، وبشوف فيها ايه؟ ما دام اوتو ميون ديزيز بشوف فيها الفلتريشن عظيم قوي. تمام،
كبير جدا يعني. يبقى عندي الهيتروفيليك لايند اباندنت ايزينوفيليك ايه، اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم. يبقى السيلز لايند اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم دي عباره عن مين؟ دي عباره عن وصف الهارسل سيل. الهارسل سيل دي نفس وصف مين؟ نفس وصف الانكوسيتوما اللي احنا كنا بنشوفها في الكيدني. خلاص يبقى كده عباره عن ايه؟ عباره عن لارج سيل فيها اباندنت ايزينوفيليك ايه، اباندنت ايزينوفيليك سيتوبلازم اسمها الهارسل سيل. طيب الاستروما، الاستروما دي مهمه، ولو جالنا سؤال كومبليت ممكن يجي لنا في الاستروما. لو جالنا سؤال كومبليت هيجي لنا فين؟ هيجي لنا في الاستروما. هيقول شوف ايه، شوف ماركت انفلاميشن باللينفوسيتوبلازما سيل. يبقى هنا اهم حاجه هتميز هاشيموتو هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن انفلتريشن. تمام. طيب قلنا ممكن تعمل لي من كتر الانفلتريشن ده هتبقى اكنها لينفويد، اكنها ايه؟ اكنها لينفويد بالظبط. والليمفويد كان فيها عباره عن جيرمينال سنتر وكلام كده كنا خدناه مش فاكرينه. ودي عباره عن ايه؟ بيكون فيها اكتيف جيرمينال سنتر. تمام. يبقى اكنها لينف نود بيكون فيها لينفوسيتك انفلتريشن بالبلازما سيل واللينفوسايت، وهيكون في عندي اكتيف جيرمينال سنتر. تمام. قلنا بتبقى فيها ايه؟ هارسل سيل. قلنا الهارسل دي شبه مين؟ شبه الانكوسيتوما. تبقى لارج سيل فيها اباندنت ايزينوفيل جرانيولر ايه، اباندنت ايزينوفيل جرانيولر سيتوبلازم. تمام. ده بالنسبه لهاشيموتو ثايرويدايتس. طيب انا كده خلصت ايه؟ كده خلصت الهاشيموتو. دلوقتي هتكلم عن النيوبلازمز اللي بتحصل عندي. هتكلم عن الفلوكلر ادينوما والبابيلاري ثايرويد ايه، البابيلاري ثايرويد كارسينوما. طيب اول حاجه هتكلم عن الفلوكلر ادينوما. بنقول ايه؟ بنقول ده عباره عن سيكشن في الايه، في سيكشن في الثايرويد. في ايه؟ ما فيهاش اي حاجه، هي عباره عن ثايرويد حصل بس شويه ايه يعني، هو عباره عن نيوبلازم طالع وبيبقى فيه كبسوليتد بس، ما فيهوش اي حاجه جديده. ونفس نفس الثايرويد يعني حبه ايه، الفوليكلز كترت شويه بس. تمام. يبقى كده بنشوف ويل ديفايند كبسوليتد بيناين نيوبلاستيك جروس. يبقى ويل ديفايند وكبسوليتد، شايفين ده عباره عن الكبسول اهو. تمام. ده عباره عن الكبسول، وده عباره عن ايه اللي هم حصل ان الفوليكلز حجمها زاد، بس هي مش حجمها، عددها زاد، عددها زاد لكن حجمها زي ما هو لسه صغيره. لكن في المالتي نودولار جويتر كانت بتكبر قوي، كانت بتبقى كبيره. تمام. ده بالنسبه للبتاع هو. وهنا برضو نفس الكلام، دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكبسول. تمام. وهنا هنا بنشوف ايه؟ ده دوت اللي هو في التيومر، ده الجزء اللي في التيومر. هو هنا كده بيبقى مكبر عليه، هنا كده كبر على جزء من التيومر اهو عشان خاطر نشوف اللايننج بتاعه. تمام. هي بتبقى عباره عن ثايرويد لوكينج عادي، لايند بلاند لوكينج ايبيثيليوم. يعني ايه؟ يعني هو بلاند اللي هو الايبيثيليوم بتاعنا العادي، يبقى اللوكينج ايبيثيليوم بتاعنا العادي الطبيعي اللي احنا عارفينه. ويبقى مليانه فيها كلويد، بس مش ديستينكت بالكلويد زي الايه، زي المالتي نودولار جويتر. تمام. يبقى ده الفرق بينهم. هنا كده اشوف يبقى انا اشوف الكبسول اللي هو بيكون فايبرس تيشو، بتشوف ان هي بيكون فيها نفس العدد زاد قوي عدد الفوليكلز بس حجمها زي ما هو، يبقى زاد العدد بس الحجم زي ما هو. يبقى هو الديفايند كبسوليت بالناين نيوبلاستيك جروس. بشوف الثايرويد فوليكلز تبقى لايند بلاند لوكينج ايبيثيليوم، الايبيثيليوم بتاعها بيبقى عادي بس ممكن ايه، ممكن يكون متغير شويه بس هو ستيل ايبيثيليوم. تمام. اللي احنا عارفينه اللي هو الكيبويدال. تمام. تبقى مليانه ايه، فيها كلويد بس مش مليانه بيه زي ما كانت موجوده فين، زي ما كانت موجوده في المالتي نودولار جويتر. ده بالنسبه للايه، للفولوكلر ادينوم. خلاص. طيب بالنسبه للبابيلاري ثايرويد كارسينوما بتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه انا هشوف عندي تيومر هيعمل انفلتريشن، صح؟ يبقى انا بشوف ان الثايرويد بتبقى انفلتريت بالبابيلاري تيومر، واي بابيلي بتتكون من ايه، من كورو كفر. خلاص. يبقى تاني احنا عارفين بابيلاري ثايرويد كارسينوما عباره عن ايه، هشوف سكشن في الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند اشوف فيها ايه، هشوف فيها انفلتريشن بايه، بالبابيلاري تيومر، واي بابيلي بتتكون من ايه، بتتكون من كور وكفر. الكور بتاعي بيكون ايه، فايبروفاسكولار كور. طيب والكفر مالتيبل او سنجل او مالتيبل لاير من مالجنانت كيوبويدال سيل اللي هو اللايننج بتاعي العادي. تمام. يبقى تاني عندي ثايرويد فيها بابيلاري تيومر، كور وكفر، كور فايبروفاسكولار كور، والكفر ايه، مالجنانت ابيثيليال سيلز اللي هي كيوبويدال سيلز. طيب هتكلم عن شكلها. اول حاجه السيلز دي بتبقى مميزه ليه؟ فيها كريتيريا مميزه بنعرف منها ان ده بابيلاري ثايرويد تيومر. اول حاجه ان انا اشوف السيتوبلازم بتاعها بيبقى سمول سيتوبلازم، عندها كميه صغيره من السيتوبلازم، بيبقى سكانت حبه بساط. طب النيوكلياس، النيوكلياس بتاعتي بقى فيها ايه؟ دي مميزه جدا للبابيلاري ثايرويد كارسينوما. اول حاجه بتكون لارج، بتكون بليومورفيك، وبيكون فيها امتينج او بيسموها كمان ايه، جروفينج. تمام. يعني ايه؟ بتبقى فاضيه، بيسموها لها شكلين، يا اما هتبقى حاجه اسمها جراوند جلاس يعني اكنها ازاز مش نضيف اللي هو ازاز باهت كده، او اسمها اورفن اني اي ابييرنس. لو احنا كده بصينا دي هي الاورفن اني، يعني كده فاضيه ما فيهاش حاجه. لو احنا بصينا كده على الخلايا بنشوفها نفس، لو يعني هم قالوا بتوع الباثولوجي ان احنا لما بنبص عليها بنشوف اورفن اني اي ابييرنس او جراوند جلاس. جراوند جلاس قلنا معناها، ما معنى جراوند جلاس؟ انه بيبقى الازاز ايه، بتبقاش بيضه خالص زي مثلا فات جلوبيولز بتبقى ممسوحه، لا بيبقى فيها حاجه بس تبقى ابيض خفيف خالص، او ان هي بتبقى شبه الاورفن اني اي، او شبه الاورفن اني اي. يعني كده هي اهي بيبقى شبه كده. الصوره دي مش عندنا بس انا جبتها من على النت عشان خاطر ايه، عشان خاطر اوضح الشكل يعني. تمام. طيب بنقول هنا كده ممكن يكون فيها ارياز من الهيمرج والنكروزس، ممكن اشوف عندي فريكوانت يعني هي ايه، على خاطر هي كارسينوما اشوف ايه، الهيمرج والنكروزس اشوف ميتوز كتير. بس انا اهم حاجه هنا ان هي كور وكفر، الكور فايبروفاسكولار نيوكليس كور، والكفر بيكون مالتي بولير من الانتي كيوبويدال سيل. الكيوبويدال سيل اهم حاجه في النيوكليس بتاعتها ان بيبقى فيها جراوند جلاس او اورفن اني اي، ايه اورفن اني اي ابييرنس. هنا كده هنبص على السلايدز بتاعتي اهي، ده عباره عن ايه، هو هنا بيقول ان هي ممكن تبقى موجوده في مكان سيست كده، مكان فاضي. بس احنا كده لو عايزين نكبر عشان خاطر ايه، نشوف نحاول نشوف الفايبر فاسكولار كور والكفر والكلام ده كله. والله بجد انا مش عارفه احنا بنفهم الكلام ده ازاي. هنا هوت. طيب ادي ممكن نقول
بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنا دي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كورة اهو، تمام، والكفرنج بتاعه طالع اهو، خلاص ده الكفرنج بتاعه. وهنا كده دي عبارة عن دي عبارة عن اهي، دي عبارة عن اسمها ايه؟ اسمها الفوليكل. دي عبارة عن فوليكل، هنا دي جواها كلويد. طيب ده اريا من الهيموريج اهو، تمام، وده كله ده هيموريج برضو، ماشي. في ايه كمان؟ في ايه كمان؟ عارفه ميز في الشريحه؟ مش عارفه ميز فيها حاجه، بس هي عامله شبه الدوده شويه، هي عامله كده شبه الدوده او شبه النمله، تمام، اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت البابلري. هنا بقى مكبر على البابلي، وهنا كده شكلها واضح. ادي هي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الكور اهو، تمام، ده الكور، كل ده عباره عن كور، كل ده عباره عن كور اهو، كل ده عباره عن كور. طالع منه ايه؟ طالع منه الابيسيليوم الكفرنج بتاعه، طالع منه الابيسيليوم الكفرنج بتاعه اهو، طالع منه الابيسيليوم الكفرنج بتاعه، خلاص. يبقى ده الكور او الايه، الكور او الكفر، ماشي. طيب هنا ده برضه عباره عن كور اهو، وده عباره عن كور، كل ده عباره عن ايه؟ كور وكفر. طيب بالنسبه لديت، هو هنا برضو مكبر بزياده، وريني ايه؟ موريني اللايننج بتاع المالجنت سيلز، وعايز يوريني ايه شكل النيوكليوس. هنا كده ممكن هنا كبرت على هنا الاثنين دول مثلا، دي الاورفن يعني ابيرنس، او اللي هي الجراوند جلاس ابيرنس، عشان يوريني الجراوند جلاس ابيرنس، عايز يوريني الكريتيريا بتاعت النيوكليوي، تمام. هنا هو مكبر خاطر يوريني الكريتيريا بتاعت ايه؟ بتاعت النيوكليوي. طيب وهنا برضو دي غالبا صوره من الكتاب، اه دي صوره من الكتاب، دي الصوره الموجوده في الكتاب. هنا هي هو نفس نفس الجزء ده، هو مكبر تماما على الجزء من هنا، مكبر على الجزء من هنا، تمام. مش عارفه والله، اهي هي عباره عن، انا حاسه ان انا عطلت في الشريحه دي. اهي هنا كده اللايننج بتاعها اللي هو اللي بيبقى الكيوبويدال، تمام، وما هي بس ما فيهاش حاجه تتعرف. وده الهيموروج والنكرو، الهيموروج اهو. فالايه دوت كده كان بالنسبه للسلايز بتاعه الثايرويد، وان شاء الله ايه، ان شاء الله سهله يعني، ومش هنتلخبط في حاجه فيهم. طيب دلوقتي هتكلم عن الاختها اللي جنبها اللي هي الباراثايرويد. افتكر باراثايرويد بي يعني هي فيها بيناين تيومر، يبقى هتطلع لي ادينوما عاديه. الادينوما هتبقى اول ديفايند تيومر، وفي شويه بروليفريشن للسيلز، وهشوف عندي فات جلوبيولز او فات دروبلتس موجوده في الاستروما بتاعتي العاديه اللي بين الخلايا، تمام. يبقى ده اللي هشوف في الباراثايرويد جلاند، هشوف عندي ويل ديفايند كابسولت بيناين نيوبلاستيك جروس، بشوف فيه بروليفريشن للشيف سيلز، وبشوف ايه، بشوف الاستروما بيبقى فيها فات دروبلتس. دي حاجات مهمه، خلاص. طيب هنيجي نقرا مع بعض الكومنت كده ونشرح سوا. بنقول عندي ده سيكشن في الايه، في الباراثايرويد جلاند، هشوف ايه، هشوف فيه ويل ديفايند كابسوليتد بيناين بلاستيك جروس، بشوف فيه ايه، بشوف فيه بروليفريشن يعني عدد بعد شويه الايه اوف للشيف سيلز، عندها كلير اونكوسيتيك شوت يعني حصل فيها شويه ايه، ان السيتوبلازم بتاعها بقى كلير شويه او بقى واضح، تمام. يبقى كلير اونكوسيتيك تشينجز، بتبقى الرينج في شكل ايه، سوليد او نست او فولوكولار او لوبولار باتر، خلاص. يبقى بتبقى شكل سوليد يعني كده ورا بعضها، يعني الخلايا كده كلها بعضها مطموسه طمسه واحده، او نست يعني ايه، كل حبه مع بعض في مجموعه، او في شكل فوليكولار يعني شكل فوليكلز، او في شكل ايه، او في شكل بيوز اللي هو لوبيلار باترن. طيب بيكون في عندها ايه؟ بيكون في عندها امفوفيليك، المفروض امفوفيليك بتتكتب كده على فكره، يعني ناقصها بي اتش، امفوفيليك، امفوفيليك يعني ايه؟ يعني سلايتلي اسيدوفيليك برضو. يبقى امفوفيليك هي نفسها سلايتلي اسيدوفيليك سيتوبلازم. والاستروم بتاعتي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها فات دروبلتس، وممكن اشوف فيها مش، بس اهم حاجه فيها الايه، الفات دروبلتس. دي هتبقى واضحه جدا في الشريحه، اهي الاستروم بتاعتي كلها مليانه فات دروبلتس، واللي بينها دوت عباره عن ايه؟ عباره عن البروليفريشن بتاع الشيف سيلز. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بلاد فيسل، مالهوش يعني عادي مش مهم. يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلاد فيسل، تمام. بنقول كده الابيض ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن فات دروبلتس موجوده في قلب الاستروما، وكل النقط الزرقاء الكتيره دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن البروليفريشن بتاع الشيف سيلز، تمام. طيب نشوف، بص كده تحت على دول، هنا همت، هنا الهمايه شريحه الباراثايرويد، الفات جلوبيولز اللي موجوده في الاستروم، ادي ده عباره عن، ده عباره عن فات اهو، وده عباره عن فات جلوبيولز موجوده في قلب الاستروم، وبشوف بروليفريشن كتير قوي للايه، للشيف سيلز. هنا برده فات اهي، وفات اهي، وفات اهي، كل ده عباره عن فات، وفي بروليفريشن للايه، بروليفريشن للشيف سيلز. ده برده عباره عن فات اهي، كل دي عباره عن فات. وهنا كده بقى ايه، ده هيموريج اهو، وده برده هيموريج اهو، تمام. قلنا ان احنا كنا نشوف هيموريج في الاستروما برده، تمام. وهنا بيكون في ايه، بروليفريشن للايه، بروليفريشن في الشيف سيلز. هنا بقى هنا مكبر قوي عشان خاطر، مكبر قوي على الشيف سيلز، وموضح لي الكلير تشينجز اللي بتحصل فيها، او الانكوزيتك تشينجز اللي بتحصل فيها، تمام. هنا اهو ادي السيلز هي بتاعتي بتبقى كلير واضحه، ودي فات ايه، دي الفات دروبتس او فات جلوبيولز الموجوده في قلب الايه، اللي في قلب الاستروم، خلاص. طيب وهنا برضو كذلك نفس الموضوع، هي دي الصوره دي تقريبا نفس الصوره دي، بس مكبره من حته تانية، دي اللي كانت موجوده في الداتا، ودي اللي كانت موجوده في الكتاب. هنا برضو هو مكبر عشان خاطر يوريني الايه، الكلير، الكلير سيلز او كلير تشينجز حصلت في الشيف سيلز بعد ما حصل لها بروليفريشن. يعني النقط كتير دي كلها عباره عن سيلز حصل فيها كلير وانكوستيك تشينجز، ودي عباره عن ايه، دي عباره عن الفات، الفات دروبلتس او الجلوبيز الموجوده في قلب الايه، الموجوده في قلب الاستروم،
تمام. دي كده بالنسبه للايه، للباراثايرويد ادينوما، الباراثايرويد ادينوما. طيب بالنسبه للادرينال جلاند، الادرينال جلاند انا قلت ان انا عندي خدتها جار كارسينوما صح، يبقى طالع فيها ادرينو كورتيكال كارسينوما برضو، يبقى عباره عن ادرينو كورتيكال كارسينوما. هل في حاجه مميزه؟ لا، هي بتبقى عباره عن كارسينوما عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه خلاص. يبقى اول حاجه هشوف مالجنت يعني بلاستيك جروس، السيلز فيه بتبقى مترتبه في شكل ايه، في شكل برود ترابيكولي، يبقى شكل برود ترابيكولي ماشي. يبقى ده عباره عن ايه، ما فيهاش اي حاجه مميزه خالص، هي عباره عن كارسينوما عاديه. يبقى هي عباره اول حاجه في الادرينال جلاند الاورجان بتاعي عباره عن مالجنتين بس جروس مترس، الخليه فيه مرصوصه في شكل ايه، بروت ترابيكولي. يبقى هو عباره عن مالجنتين بس جروس موجوده في شكل بروت ترابيكولي. وهقول ايه، هحط المالجنت كريتيريا بتاعتي، نيوكليير اتيبيا، ممكن بلي مورفيزم، لارج هايبرجرودك نيوكلياي، اتيبيكال مايتوز مونوكروز. بس اهم حاجه تبقى مميزه هنا كده في الادرينو كورتيكال كارسينوما، واللي ممكن نتسائل فيها بقى اللي هي الايه، الفاسكولار انفيجن تمام. ده هو كده هنا مكبر على شكل الخلايا عشان خاطر يوريني الايه، المالجنت كريتيريا اللي حاصله فيها تمام. هنا بقى هو موريه ده اصلا عباره عن بلاد فيسل، ده اصلا عباره عن بلاد فيسل. الخلايا دي بقى دول عباره عن مالجنت سيلز زي دول بالظبط، يبقى دول هم نفس دول بالظبط، بس دول هنا ايه، عاملين انفيجن في الفيسل، يبقى عاملين حاجه اسمها الفاسكولار انفيجن. يبقى لو انا جالي سهم هنا كده بيشاور على الحاجه دي وبيقول لي ده اسمه ايه، هقول ان ده اسمه فاسكولار انفيجن خلاص. طيب يبقى ده بالنسبه للادرينال جلاند ما فيهاش اي حاجه، عباره عن مالجنت سيل شكل بوترابيكولي، بوصف المالجنت سيل واقول ان فيها فاسكولار انفيجن. لو انا شاور لي هنا كده بسهم قال لي دي عباره عن ايه، هقول له ان دي عباره عن ايه، فاسكولار انفيجن للايه، للادرينو كورتيكال كارسينوم خلاص. وده معناه ان حصل لها ميتاستاسيس، بتبقى غلط يعني، اللي هو مش غلط، خطيره يعني تمام. ده بالنسبه للادرينال جلاند. كده احنا خلصنا الشريحه بتاعت الادرينال جلاند، وهتكلم بقى عن الايه، هنتكلم عن البريست. قلنا البريست هتكلم عن شريحه في الميل اللي هي هتبقى الجينيكوماستيا، وهتكلم عن بقيه الشرايح كلها غالبا يعني بتبقى في الايه، يعني مليون بالميه تبقى في الفيميل ان شاء الله. الجينيكوماستيا هنتكلم عنها الاول تمام، اللي هي شريحه الميل بريست. طيب اول حاجه بنقول ايه اللي بيحصل، انا فاكره كده نفتكر مع بعض ان الجينيكوماستيا عباره عن ايه، عباره عن هايبربليزيا في الايه، في الداكتس مش في البيولز، هو ما عندوش البيولز، الميل ما عندوش البيولز خلاص، مش هيصنع ميلك ويرضع، فهو بيبقى عنده ايه، بيحصل عندي الزياده دي بتحصل في الداكت تمام. كده عندي اول حاجه السكشن ده بيكون فين، في الميل بريست، بشوف ايه، لوس اوف لوبولار اركتكتشر، مفيش عندي البيولز، لوس اوف لوبولار اركتكتشر، بيحصل بروليفريشن لمين، للدكت والكونكتيف تيشو اللي حوالين الدكت. يبقى الدكت بتاعتي بتبقى ريجولار ديستريبيوتد، بيبقى شكلها بقى عامل ريجولار، المفروض دكت كده بتبقى مدوره صح، لا هي بتبقى ريجولار، شكلها بيبقى ريجولار بس اللايننج بتاعها من جوه سليم، اللايننج بتاعها من جوه عادي، ممكن يكتر شويه بس خلاص. وبشوف بروليفريشن للكونكتيف تيشو. يبقى انا كده عندي في الجينيكوماستيا الميل هيبقى الميل بريست، اول حاجه مفيهوش لوبيولز، بيبقى عندي الدكتس بتبقى بتكتر شويه، بتبقى شكلها الريجولار بس اللايننج بتاعها من جوه بيبقى سليم، ما فيهوش اي مشاكل، ممكن يحصل فيه شويه هايبر بليزيا يكتر شويه بس لكن ستيل سليم، ما حصلش فيه اي اتيبيا ولا اي حاجه خلاص. والتيجوز اللي موجوده حواليه بيحصل فيها بروليفيريشن، كنت شوف موجود حواليه بيحصل فيها ايه، بروليفيريشن ماشي. ده عباره عن سيكشن في الميل بريست، بشوف لوس اوف الليبرال اركتكتشر، الداكت بتاعتي تبقى الريجولار ديستريبيوتد، مش موجوده في مكان كده وحواليها ايه، حواليها كونكتيف تيشو كتير. طب انا ليه قلت ان ده البريست بتاع ميل مش بريست بتاع فيميل، لان البريست بتاع الفيميل بيكون فيه فات كتير، هنا مش باين ان فيه فات، هنا باين فيه ان في فايبرس تيشو كتير قوي، اكتر بكتير من الفات. فانا لما اشوف دكت واحده بس اللي هي يعني ايه في الخلايا بتاعتي، اشوف كده دكت واحده بس شكلها مش ريجولار، مش مدوره كده، يبقى دي معناها ايه، دي معناها ان انا في ميل بريست ومفيش فات تيشو كتير، مفيش فات جلوبيوز كتير، ده عباره عن ايه، عباره عن الميل بريست. واقول ان دكت بقى ريجولار وفيها ايبيثيليال وايبيثيليال سيلز، ممكن تبقى هايبر بليزيا، تبقى زياده شويه في العدد بس هي ستيل زي ما هي سليمه، ما حصلش فيها اي تشينجز تدل على ان في نيوبلازما حصل. ممكن نقول بروليفريشن للكونكتيف تيشو موجود حوالين الدكتس دي تمام، يبقى البروفيش فلوس كونكتيف اراوند الدكتر ستراكشر خلاص. ده بالنسبه لشريحه الجاينيكوماستي. طيب دلوقتي بقى الشرايح اللي موجوده في الفيميل، هتكلم عن النوني بلاستيك الاول اللي هم مين، هتكلم عن الكورونيك بريست ابسس، وهتكلم عن الفايبروستيك تشينج، وهتكلم عن الماماري داكت اكتيزيا، ودول كلهم بيجوا من اسمهم ماشي. اول حاجه هتكلم عنها البريست ابسس، البريست ابسس ده برده وصفه زي الوصف الجنرال بالظبط، ونفس وصف الجروس. هشوف ايه، هشوف كافيتي مليان بص ونكروتيك تيشو ودبرس، وبيبقى سراوند من بره بفايبرس وول تمام. ادي هو ده اللي عندي، هو عشان خاطر انفلاميشن كان في، كانت اكيوت وبقت كرونيك مثلا، او مثلا كان اكيوت كرونيك ابسس بقى كرونيك، بشوف كرونيك انفلاماتوري سيلز تمام. يبقى هو بقى تاني اللي هو كرونيك بريست ابسس، ده المفروض هناك في كلمه كرونيك ماشي، نزود هنا مع بعض كلمه كرونيك، خلاص انا حاسه ان الملف فيه اخطاء كتير والله بس سامحوني تمام. بشوف كرونيك بريست ابسس، قلنا عباره عن كافيتي هيكون فيه ايه، هيكون فيه نكروتيك تيشو سراوندد بفايبرس وول، وفي حواليه كرونيك انفلاماتوري انفلتريت. يبقى ده عباره عن ايه، عباره عن كافيتي فيه جرانولار بينك نكروتيك تيشو اللي هو كان بيبقى عباره عن ايه، عباره عن البصل والنيتروفيلز اللي كانت ماتت وكل الجماعه دول، وفي بقى حواليهم ايه، في حواليهم فايبرس وول بسبب ان حصل عندي فايبروبلاستيك بروليفريشن، حواليها تبقى انفلاميشن من الجسم تمام. بنقول كده الفايبرس وول ده بيبقى فيه حواليهم بقى في كرونيك انفلاماتوري سيلولار انفلتريت، بتبقى ايه، بلازما سيل ولينفوسايت وماكروفاج والجماعه دول خلاص. يبقى تاني الكرونيك بريست ابسس، بشوف ايه، بشوف شريحه في البريست هتوريني كافيتي في جرانولار بينك نكروتيك تيشو اللي هو سيلولار ديبريس،
ليها بقايا الخلايا اللي ماتت، وبشوف حواليها فايبرس ثيك فايبرس وول، وفي فايبروبلاستيك انفلتري فايبروبلاستيك بروليفريشن. بنقول عندي كده الفايبرس وول ده بيكون فيه كرونيك انفلاماتوري سيلولار انفلتريت في شكل ليمفوسايت بلازما سيل وماكروفاج. ده بالنسبه لشريحه الايه الكرونيك بريست ابسس. طيب دلوقتي هتكلم بقى عن ايه، هتكلم عن كمان شريحتين. اول حاجه الماماري دكت اكتيزي، وهتكلم عن فايبرس ديز. كلمه ماماري دكت اكتيزي من اسمها، كلمه دكت معناها ان الدكت بتاعتي حصل اكتيزي فيها، يعني حصل ان هي بقت دايليتد. دي قلنا ان هي كانت بتيجي في مين، دي كانت بتيجي في ست كبيره طلع عندها البرولاكتين بكتير قوي، بقى زياده قوي، فعماله تطلع ميلك بس مش بيخرج، مش بيحصل له سكريشن، فالميلك ده بيفضل موجود في الدكت وبيتحوش وبيعمل فيها دايليتيشن، بيوسعها خلاص. طيب يبقى كده عندي نقول ده سكشن ايه، قلنا ده سكشن موجود في البريست. موجود فين في البريست؟ بيكون في الدكت بتاعتي بقى تبقى ريجولاري دايليتد، تبقى دايليتد وفيها كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. مين اللي بتبقى بلازما سيل؟ اللي اسمها التاني كان اسمها ايه؟ كان اسمها بلازما سيل ماستايتس، يبقى اسمها التاني كان عباره عن بلازما سيل ماستايتس. ماشي، يبقى كده بفتكر ان هي دي عباره عن ست كبيره حصل اكيوشن ملكي في الـ في الـ في الضغط، فبقت ايه؟ بقت الريجولر، وتبقى سراوند بكرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. مين اللي بتبقى بلازما سيل؟ وبشوف عندي بريزيرفد لوبيلر اركتكتشر، لسه قادر اشوف الضغط والبيوت. تمام، يبقى لو انا هنا كده بكبر على الشريح عشان خاطر اشوف، ادي ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن دايليت الضغط. الدايليت الضغط دي قلنا بيكون فيها ماكروفاج بتروح تاكل الملك دوت اللي كان موجود، وتبقى اسمها ليبن لاد الماكروفاج. اهي ده كلها عباره عن ماكروفاج كلت الملك، ومش باين منها غير النيوكليس، ان باقي السيتوبلازم بتاعها كان فيه الفات بتاعه الميلكس فدابت وانا بعمل الشريحه. ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن البيوز العاديه بتاعه البريست، دي النورمال البيوز بتاعه مين؟ بتاعه البريست. وده عباره عن الايه؟ ده عباره عن الفايبرس تيشو. تمام، دي البيوز بتاعه العاديه بتاعه البريست، ودي الدكت. خلاص كده، يعني كده نفس الكلام اهو، نفس الكلام. ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن دكت كبيره اهي، دكت كبيره جدا. كل العقار اللي موجوده في النص دي عباره عن الماكروفاجس اللي كانت واكله الايه؟ اللي كلت الميلك. خلاص، ودي عباره عن ايه؟ دي عباره عن البيوز اللي كانت موجوده. تمام، وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الفايبرس تيشو اللي كان ايه اللي كان موجود، دي اسمها الماماري دكت اكتيزي. تمام كده. طيب دلوقتي هتكلم عن الفايبروسيستيك ديز. الفايبروسيستيك ديز ده عباره عن ايه؟ هنوصفه من اسمه. انا فاكره ان الفايبروس ده عباره عن بروليفريتيف بريست، يعني ايه؟ يعني كل حاجه في البريست بتكتر، كل حاجه بتزيد. هيحصل عندي ادينوزس ايبيثيليوزس، وهيحصل عندي سيستيك ادينيتد دكت. يبقى هيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ادينوزس وايبيثيليوزس وسيستيك ادينيتد دكت. تمام، انا عارفه ان هي البريست هيكون ايه؟ من الضغط والليبيولز. الليبيولز دي اللي هي عباره عن الجلاند، فبيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ادينوز، يعني بتكتر قوي، بيحصل انكريس في نمبر اوف الاسيناي، بس مش الضغط. الضغط لا، الضغط بيحصل تبقى دايليتد. تمام، يبقى اخد بالي ان انا عندي الادينوز بيبقى عندي انكريس في النمبر بتاع الاسيناي بس مفيش ضغط، يبقى انكريس في النمبر اوف الاسيناي. بيحصل عندي ايبيثيليوزس، معناها ايه؟ معناها ان اللايننج بتاع الاسيناي نفسها والضغط بيزيد، بيزيد اول درجه ممكن يعمل لي بابيلاري فورميشن. تمام، يبقى عندي ايبيثيليوز ان اللايننج بتاعهم نفسه بيزيد. يبقى اول حاجه الضغط، اول حاجه اللي بيولز بيبقى عندي ايه؟ عددها زاد. ثاني حاجه بيحصل ايبيثيليوس، يعني ايه؟ اللايننج بتاعهم جوه نفسه بدا يزيد لدرجه ممكن يعمل لي بابيلاري فورميشن، لدرجه ممكن يعمل لي ايه؟ بابيلاري ستراكشر. تمام، او بتبقى شكل صوره سيلز كمان، يعني حبه خلايا كده موجودين على بعض كده اللي هما ايه اسمها بطشه واحده على بعضهم كده. تمام، والدكت بتاعتي بقى ايه؟ سيستيك هيدرايد الدكت، سيستيك هيدرايد الدكت. وفي ممكن يبقى اللايننج بتاع الدكت دي بقى ممكن في سيلز بقى يحصل فيها حاجه اسمها ميتابلاستيك ابوكراين سيلز. ميتابلاستيك ابوكراين سيلز يعني من فوق بتبقى شكلها احمر شويه. خلاص، طيب والستروما بتاعتي بنكون فيها ايه؟ الستروما هيكون فيها فايبروزس، هي اسمها فايبروسيستيك صح؟ يبقى الفايبرو، يبقى في فايبروز، يبقى اشوف فيها فايبرس وفيها ايه؟ كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. هي اصلا ايه الانفلاميشن العصب ده مش طبيعي صح؟ يبقى في كرونيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. خلاص، يبقى تاني الفايبروسيستيك ديز قلنا بيحصل عندي ايه؟ عباره عن ان البريست كل حاجه فيه بتكتر. خلاص، اول حاجه هشوف ادينوزس، يعني ايه؟ البيولز بتاعتي زادت، يبقى لوبيلر ادينوزس معناها ان الاسيناي بتاعتي زاد عددها واللايننج بتاعها زاد، فبيعمل حاجه اسمها ايبيثيليوزس، وبنقول لدرجه ممكن يعمل لي بابيلاري فورميشن. والضغط بتاعتي تبقى سيستيكالي دايليتد الضغط، يحصل فيها ايه؟ ميتابلاستيك ايبوكراين ميتابليزي، او بيحصل فيها ايبوكراين ميتابليزي او ميتابلاستيك ايه؟ ميتابلاستيك ايبوكراين سيلز. والستروما بتاعتي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها فايبروز، اهم حاجه يبقى الستروما بتاعتي بيبقى فيها ايه؟ فايبروز، فايبرس وسيست. خلاص، ده بالنسبه للفايبروسيستيك ايه؟ فايبروسيستيك ديزيز اللي بيحصل فيها. طيب بعدين هتكلم بقى عن الايه؟ عن التيومرز اللي هتحصل اون بلاست ليجن. قلنا عندي هتكلم عن اتنين بناين واتنين مالجنت. البناين هتكلم عن فايبرو ادينوما وتيوبولار ادينوما. قلنا ان انا اخدت التيوبولار كارسينوما في السي بي ال، بس ده ايه؟ هنعرف دلوقتي بيبقى الفرق بينهم حاجه واحده بس، بس هم عاده بتبقى عباره عن ايه؟ نفس فايبرو ادينوما بالظبط في الوصف اللي احنا هنقوله دلوقتي يعني. ماشي، وبنقول عندي دول تيوبولار ادينوما فايبرونوما. انا هتكلم بقى عن الكارسينوما، هتكلم عن الانتردكتال كارسينوما اللي هي تبقى كارسينوما ان سايتو، او ان انا هتكلم عن الانفيسيف دكتال كارسينوما او الانفيلتريتنج دكتال كارسينوما. اول حاجه هتكلم عن الفايبرو ادينوما تبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه هشوف ده عباره عن الايه؟ الفايبرو ادينوما فايبرو يعني بيحصل ان الفايبرس تيشو بيزيد، وادينوما يعني الايه؟ ان الاسيناي كمان بتزيد. يبقى فايبرو ادينوما الفايبرو تيشو الفايبرس تيشو بيزيد، بيحصل بروليفريشن، بيبقى شكل ميكزيماتس تشينجز يعني مليان ميكزويد تيشو وميزنكايمال تيشو والكونكتيف كله عمال بيزيد. والادينوما يعني الايه؟ يعني الاسيناي والبيولز بتاعتي زادت. خلاص، طيب بتبقى تاخد شكلين، من كتر البروليفريشن بتاع الاستروما هيحصل عندي حاجه من اتنين، يا اما هتضغط على الدكت وهتقفلها
تمام، يا اما هتسيبها مفتوحه لو البروليفريشن حاجه بسيطه، هتقطع على الدكتور وتقفلها، بيسموها ايه، يسموها انترا كاناليكولر، او تسيبها مفتوحه تسموها ايه، بري كاناليكولر. تمام، واللاين بتاعها ده بقى هو المهم، هو ده اللي ممكن يجي بنسيل في الامتحانات. تمام، اللي هو بيكون ايه، لايند بتو لايرز، انر كيبويدال واوتر فلاتند ماي ابيثيليال سيلز. ده انا حاسس ان هو هيجي بصراحه، ده انا حاسس ان هو هيجي. ماشي، يبقى عندي الفايبرو ادينوما، بنقول ده، بنقول ده سيكشن هيكون فين، في البريست، بنقول فيها ايه، والكابسوليتد تيومر بيكون فيها عباره عن ايه، بيكون في الداكت والبريداكتال كونكتيف تيشو، بيحصل بروفيشن للداكت والبريداكتال كونكتيف تيشو. تمام، فايبرو ادينوما. طيب الداكت بتاعتي بتبقى شكلها ايه، بتبقى بيتنت، ممكن تبقى مفتوحه او كومبريست مقفوله. بيتنت بيبقى اسمها بيري كاناليكولار، او كومبريست مضغوطه فبيسموها ايه، انترا كاناليكولار. هم ليه بيسموها انترا كاناليكولار؟ هو من كتر ما هو كان ضغط، اللي شافها اول مره كان فكر ان التيومر ده عمل انفيجن ودخل جوه الداكت وفضل جوه، لكن هو ما يعرفش ان هو ضغطها لجوه، بس يعني هو زقها من بره بس ما دخلش جواه. ماشي، قلنا لايند بكام لاير، تو لايرز ان السيلز، انر كيبويدال واوتر فلاتند ماي ابيثيليال العاديه، بقى انر كيبويدال، الانر كيبويدال والاوتر ماي ابيثيليال العاديه. ماشي، قلنا الاستروما بيحصل فيها ايه، بيور بروليفريشن كتير قوي. تمام، يبقى ده بالنسبه للفايبر ادينوما. سيكشن في البريست هيكون في ويل كابسيت تيومر، في بروليفيد الداكت وبريداكتال كونكتيف تيشو. الداكت دي ممكن تبقى بيتنت او كومبريست، بيتنت تبقى بيري كاناليكولار، كومبريست انترا كاناليكولار، لايند تو لايرز، انر كيبويدال، اوتر فلاتند ماي ابيثيليال، وفي عندي سترومال ايه، سترومال بروليفيريشن. ده بالنسبه للفايبر ادينوما. طيب بالنسبه للتيوبولر ادينوما بيحصل فيها ايه، التيوبولر ادينوما هي نفس الفايبر ادينوما بس بيحصل فيها ايه، زياده قوي، زياده كبيره جدا في عدد ايه، في عدد الداكت، بتبقى كتير قوي بس مش بتبقى دايليتد او بتضغط عليها الاستروما زي ما كان بيحصل في الفايبرو. يبقى دي تيوبولار ادينوما عاديه، يبقى المشكله بس في الادينوما، يبقى الداكتس بس اللي بتبقى ايه، بتبقى كتير، بيحصل فيها زياده في النمبر. لكن بالنسبه للفايبر ادينوما زاد كمان الفايبر تيشو، فبدا يضغط على الداكتس، فبقى فيها نوعين، البيري كاناليكولار والانترا كاناليكولار. تمام، طيب يبقى ده عباره عن ايه، ده عباره عن سيكشن في البريست. يبقى ده هيكون سيكشن في البريست، في ويلك سيركمسكرايبد بناني بلازما، برده بيكون من بروليفريشن للريجولار بريست داكتس، حصل بس زاد شويه، وبتبقى لايننج برده بتاعها بالابيثيليال سيلز برضو، وحواليها المايو ابيثيليال سيلز برضو، اللي هم نفس تو لايرز، وعندها بلاند نيوكليير فيتشرز، يعني ما فيهاش اي حاجه، شويه جلاندات كده كتير على بعضها. زي هميزها ازاي، بشوف اهو، دي عباره عن، كل دي عباره عن جلاندات حصل لها بروليفريشن، كل دي عباره عن داكتس حصل لها بروليفريشن للداكت، نفسها ذات بس ايه، كلها شبه بعض، يبقى داكتس كلها شبه بعض، داكتس كلها شبه بعض، داكتس كلها شبه بعض. طب انا بقى لو انا هتكلم التيوبولار ادينوما والتيوبولار كارسينوما، كان ايه الفرق بينهم؟ كان ان مفيش ماي ابيثيليال سيلز تبقى موجوده حوالين الكارسينوما، الادينوما فيها. يبقى عشان كده، عشان كده دي فيتشر مهمه، لو سالت في التيوبولار ادينوما كان سائل في الجزء ده، ان بيبقى حوالين التيوبولار ادينوما ماي ابيثيليال سيلز، بتبقى تو لاير مش لاير واحده. يبقى اللي فيه، اللي هيفرق الادينوما عن الكارسينوما، الماي ابيثيليال سيلز لو موجوده يبقى انا في ادينوما، لو مش موجوده يبقى انا في ايه، لو مش موجوده يبقى انا في كارسينوما. ماشي، يبقى هنا كده هو عباره عن ايه، عباره عن الداكس حصل فيها بروليفريشن بس عاديه، مفيش اي حاجه، مفيش اي تغيرات ولا فيها اي حاجه. تمام. يبقى كده عندي وصل مسدد من تيومر، في بروفيل ريجولار بيرست الدكت، لاير من الابيثيليوم وفيها بلاند لوكين فيتشرز، والماي بيثيلي سيلز تبقى سراوندد ايه، سراوندد كل جلاند، ودي اللي هتفرق لي الادينوما من الكارسينوما. عشان كده دي ممكن تيجي سؤال، دي برضه انا حاسه ان ممكن تيجي خلاص، يعني لو جيت انا شرحت دي هيجي لنا سؤال في الحته دي. تمام كده انا خلصت ايه، كده بقى لنا شريحتين اتنين، اللي هم عباره عن ايه، اللي هم عباره عن الانترادكتال كارسينوما، وشريحه ثانيه اللي هي عباره عن الانفيسيف ايه، الانفيسيف كارسينوما او الفلتريتنج داكتال كارسينوما. اول حاجه هتكلم عن الانترادكتال كارسينوما، اللي هي بتبقى ايه، اللي هي المؤدبه اللي كانت بتقعد ما كانتش تعمل انفلتريشن للايه، للسراوندنج، صح؟ طيب هي عباره عن ايه، اول حاجه اشوف مالتيبل دايليتد داكت، يبقى هي جوه الداكت بشوف ايه الداكت بتاعتي تبقى دايليتد، خلاص تبقى دايليتد. قلنا بتاخد تحت الميكروسكوب اربع اشكال، ممكن تبقى شكل كوميدو، ممكن تبقى شكل سوليد، ممكن تبقى شكل كريبريفور، ممكن تبقى شكل ايه، شكل بابل، يعني شكل بابلري، صح؟ طيب يبقى اول حاجه اشوف مالتيبل دايليتد داكت، ولما جبتها في مالتيبل لاير من مالجنت سيلز، اوصف المالجنت كرايتيريا بتاعتي. تمام، اللي هو ايه، هايبر كروماتيك وبليمورفيزم وفاريبل فيز والشيب وانكيز نيكروسايت وبلازم كريشي واريس من هيبرين، كل الكلام ده خلاص. واخد بالي ان مفيش انفيجن للبيزمنت ميمبرين، لان هي انترودكتور ما عملتش انفيجن للايه، للبيزمنت ميمبرين، عملتش انفيجن للبيزمنت ايه، للبيزمنت ميمبرين. تمام، يبقى ده عباره عن ايه، هقول ده سيكشن في البريست، يبقى ده عباره عن سيكشن ان بريست، في ايه، سيكشن في البريست فيه مالتيبل دايت داكت، في مالتيبل دايت داكت، داكت بتاعتي كترت بلايند بايه، بمالتيبل مالجنت او مالتيبل لايرز مالجنت ابيثيليال سيلز، يبقى فيها ايه، مالجنت ابيثيليال سيلز، والمالجنت سيلز دي فيها مالجنت كرايتيريا، هنوصف المالجنت كرايتيريا، وبقول ان مفيش انفيجن لازم تمر، اللي هي كارسينوما ان سايتو، مكانها انتر داكتر ما عملتش انفيجن. قلنا شكلها تحت الميكروسكوب هيبقى اربع حاجات، يا اما هتبقى كومبليتلي اوكيورد، يعني كده بطش كده على بعضها الخلايا كلها، بتبقى شكل سوليد باتر، او بيكون في عامله انستموزيك جوه الليومن، بتبقى اكنها عامله ايه، كريبري فورم كده، اكنها اكن في جلاندات صغيره جوه جلاند كبيره. وعندي كده في السنترال نيكروز اللي هو كوميدو، كلمه كوميدو اصلا معناها ايه، معناها تمل او خراج، فبيبقى عندي في سنترال نيكروز موجود في النص، وعندي الانترادكتال مالجنانت بابيلي اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عن البابيلاري تايب. ماشي، يبقى تعمل ايه، شكل بابيلي،
تمام، اللي هو احنا عارفين شكل المبيل العادي. طيب يبقى كده هنجيب بص تحت على الشرايح كده تحت الميكروسكوب، نكبر عليهم يعني نبص مع بعض. ده نقول ده شكل الايه، ده شكل الكوميدو. هنا عباره عن الدكت اهي، ده عباره عن الدكت تمام، وبيبقى هنا كده ده السنترال نكروز، يبقى ده شكل ايه، ده شكل الكوميدو. هنا كده الخلايا على بعضها اهي واخده شكل على بعضه كده، ده شكل ايه، ده شكل السوليد تمام. يبقى هنا ده شكل الكوميدو، هو عباره عن ايه، ده عباره عن السنترال نكروز، وحوالين دوت الكوميدو دوت السنترال نكروز اهو جوه الدكت، واللاين دي الدكت اهي، واللاين بتاع مالجنت ابيثيليا سيل مالتيبل لاير فيها المالجنت كرايتيريا، وقلنا جوه السنترال نكروز ده الكوميدو باترن. ودي عباره عن ايه، عباره عن السيلز اهي موجوده في شكل سوليد، سوليد شيت كده على بعضها تمام. طيب هنا كده دوت، هنا برضو هنا اللايننج بتاع دي الضغط اهي تمام، هنا الضغط اهي بسم الله، هنا كده بقى الضغط اهي، دي الضغط اهي، وفيها هنا الايه، هنا النكروزس اهو، ده هو الايه، هو شكل الكوميدو باترن. وهنا كده ممكن شكل دول السوليد شيتس اهي موجوده جوه، هنا كده بشكل على بعضها كده شكل سوليد شيتس تمام، دوت الشكلين اللي يعني قادره اميزهم في الشريحه اللي هنا تمام. وعندي هنا كده برضو نفس الكلام، يمكن نقول ان ده اللي هو ايه، ده اللي هو الكريبري فورم، يعني كده اهوت الكريبري فورم، دي واحده اكنها دكت كبيره اهي جواها دكت، جواها دكت صغير تمام. ده اللي هو شكل ايه، ده هو شكل الكريبري فورم عامل شبه المصف تمام. وهنا برضو دوت شكل كوميدو، طيب اهو هنا السنترال نكروزس، وهنا اللايننج بتاعها من بره تمام. وده برضو شكل ايه، ده شكل الكريبري فورم برضو اهو كده. احنا ايه بقى لنا شكل، احنا قلنا هو مش فاكره ايه، شكل البابيلري صح، ممكن تبقى عامله شكل بابيل، ممكن تبقى عامله هنا شكل بابيل اهي تمام. هنا برضو ممكن تبقى طالعه عامله شكل بابيل هنا اهي، ممكن تبقى عامله شكل كل دي، كل دي اشكال موجوده تحت للايه، دي كلها موجوده للايه، للانتروداكتال كارسينوم تمام. هنا برضو هنا مكبر بقى، وريني شكل الكريبري فورم اللي هي عامله شبه المصفى اهي، عباره عن جلاند كبيره اكن جواها جلاندات صغيره، دي اللي هي شكل الايه، شكل الكريبري فورم. وهنا برضو اللايننج بتاعها هو هو مالجنت اهو، دي مش لير واحده، مستحيل تكون لير واحده، دي كذا لير مع بعضهم، والخلايا مش مترصصه كويس، فيها المالجنت كريتيريا، واللي احنا قلنا نوصف المالجنت كريتيريا احنا عارفين وصفها، واكيد كلكم عارفينه احسن مني يعني تمام. وعندي هنا كده ديت برضو نفس اللي هو اللي اسمها ايه، الكوميدو برضو اهو، ده عباره عن اللايننج بتاعي برضو مش لير واحده، مستحيل تكون لير واحده، كذا لير هم. وفي عندي هنا كده سنترال نكروز، خلاص ده بالنسبه للكوميدو باترن. وكل ده احنا قلنا ايه، اخر بقى شريحه خالص اللي هي الايه، الانفيسيف كارسينوما اللي هي الانفلتريتنج داكت كارسينوما، بنقول ايه، هتبقى عباره عن ايه، عندي هشوف مالجنانت سيلز موجوده في ديزموبلاستيك ستروم. يبقى بالنسبه للانفيسيف داكت كارسينوما بتعمل انفيجن للبيزمنت امبرين، وبتبقى عباره عن مالجنانت سيلز عامله ايه في ديزموبلاستيك ستروم ماشي. ده اللي هيفرقها عن التانية، ان بيكون في عند ديزموبلاستيك ستروم يبقى عندي بنقول ايه، بنقول انفلتريشن بمالجننت سيلز، في المالجننت عامله انفلتريشن صح، يبقى داخله في السراوندنج، انفيسيف يبقى هي انفيسيف عامله انفلتريشن تمام. السيلز دي بتترص في شكل ايه، شكل كوردس او داكتس او سوليد شيتس، يبقى شكل كام، شكل ثلاثه، اما كوردس او داكتس او سوليد شيتس. اصلا اي مالجننت تيومر في الدنيا بيبقى عباره عن مالجننت سيلز في شكل من الثلاثه دول، وبيبقى موجوده في ديزموبلاستيك ستروم، اي مالجننت تيومر عادي على فكره ماشي. بنقول هي كده الماجنت كريتيريا بتاعتها وصفها اللي احنا قلناها فوق زيها بالظبط، فاريبل سايز وشيب، هايبر كونكت نوكلياي، از انفريكس سيتولوز، ما عندها ميني ابنورماليتي فيجر، كل الكلام ده احنا عارفينه. قلنا عندي ثيك فايبر ستيشن اللي هو ديزم بلاستيك ايه، ديزم بلاستيك ستروم، بيحصل بروليفريشن للستروم. وديزم بلاستيك ستروم معناها ايه، معناها ان الفايبر ستيشو والفايبر بلاست والكولاجين والاكسترسيولار ماتريكس كلها بتزيد قوي، وتبدا تضغط على الحاجات ماشي. كده عندي بين الابيثيليال سيل، الناس اللي هي المالجنت سيلز قلنا بتتجمع في شكل كوردس او داكتس او سوليد شيتس او نيستس اي حاجه، يبقى عندي حبه خلايا مالجنت كده اتجمعوا مع بعض تمام. والمالجنت كريتيريا هقولها بتاعتهم، عاملين انفلتريشن حواليهم، وبنقول فيهم ديزم بلاستيك ستروم بس. ده بالنسبه للفيسو داكتر كارسينوم. وكده احنا باذن الله خلصنا ايه، خلصنا شرح السلايدز تمام. هي السلايدز بصراحه كلها سهله، وانا يعني حاولت ان انا ما اطولش قوي في الشرح زي ما زي قبل كده يعني، تبقى مثلا السلايدز اشرحهم ب 40 دقيقه بس يعني ايه، قللنا الوقت شويه اهوت، نراجعهم كده مع بعض بس مره على السريع كده نشوف كل شريحه ايه المميز فيها ماشي. طيب هنقول كده اول حاجه بالنسبه للثايرويد، الثايرويد المالتي نيوترال جويتر، هشوف ايه، هشوف الفوليكلز كبيره قوي ومليانه كلويد، كبيره قوي ومليانه كلويد. طيب بالنسبه للهاشيموتو هشوف ايه، شريحه شبه الليمف نود كلها نقط، وعامله ايه، عامله ليمفوسيتك انفلتريشن كتير قوي، ده بالنسبه للهاشيموتو. بالنسبه للفوليكولار ادينوما هشوف ايه، حبه بس ان الفوليكل زاد شويه بس لسه صغيره ما كبرتش زي المالتي نيودولار جويتر، وهشوف الايه الفايبرس كبسول لان هي ويل ديفايند نيوبلاستيك جروث. طيب بالنسبه للبيلاري ثايرويد كارسينوما اهم حاجه ان انا اشوف ايه، كور وكفر، كور فايبر فاسكولار كور، والكفر بتاعها مالجن ابيثيليال سيلز، واشوف فيها اورفن اني اي النيوكليس، بشوف فيها اورفن اني اي وجراوند جلاس ابييرنس تمام. بالنسبه للباراثايرويد جلاند اول حاجه اشوف ايه، هو عباره عن اللي هو بنان تيومر عادي بيحصل شويه بس بروليفريشن للشيف سيلز، بيبقى فيه والستروم بتاعتي بيبقى فيها فات جلوبيولز تمام، هي بروليفريشن فات سيلز والستروم بيبقى فيها ايه، فيها فات جلوبيولز او فات دروبلتس. طيب بالنسبه للادرينال جلاند ما فيهاش اي حاجه، عباره عن ماجنت بلاست جروس عادي، بيعمل انفيجن للسراوندنج، والسيلز بتاعتي بيبقى فيها نفس الماجنت كريتيريا بس بتبقى عامله ايه، عامله فاسكولار invasion
تمام. طيب والبريست قلنا هتكلم عن البريست ابس، قلنا عباره عن كافيتي بيبقى فيه نيكروتيك تيشو، بيبقى شكله ايه؟ شكله اكزينوفيليك، او عشان كده بيبقى بينك ماشي، يبقى بينك جرانولار نيكروتيك تيشو، وحواليها فايبرس وول، وفيها حواليها كرونيك انفلاميشن. الجاينيكوماستيا عباره عن ايه؟ بنشوف ان الضغط بتاعتي تبقى ريجولار، وبيحصل عندي بروليفريشن للستروما، بس ما فيش عنده لبيوز، ما عندوش لوس اوف يورال اركتكتشر، ما فيش ايه، ما فيش لبيوز، اخد بالي النقطه دي. طيب بالنسبه للمامري دكت اكتيزيا، بنقول عندي الدكت بتاعتي تبقى ايه؟ اسمها دكت اكتيزيا، يعني الدكت بقت دايليتد وحواليها كرونيك انفلاماتوري سيلز، مينلي بتبقى بلازما سيلز ماشي. طيب بالنسبه للفايبروسيستيك ديزيز، قلنا بيحصل عندي ايه؟ كل حاجه في البريست بتزيد في العدد، بيحصل عندي ادينوس، بيزيد عدد نمبر بتاع الاسينوي اللي هي الايه؟ اللوبيولر ادينوس اللي هي الاسينوي، تمام، بيزيد عدد نمبر الاسينوي. بيحصل عندي ابيثيليوز، اللايننج بتاعها نفسه كمان بيزيد، ان هي ممكن تعمل بابيلي. الدكت بيبقى اساسي كده الدكت، وانا عندي الاسترون بتاعتي يبقى فيها ايه؟ كرونيك، بتبقى اسمها فايبرو، يبقى فيها فايبروس وفيها كرونيك نان سبيسيفيك انفلاماتوري سيلز، ما بلازما سيلز، ليمفوسايت وماكروفاج والجماعه دول خلاص. طيب الفايبرو ادينوما قلنا فيها ايه؟ عباره عن ادينوما، فايبرو ادينوما بيحصل ايه؟ ان الفايبرس تشو بيزيد، وبيحصل عندي ادينوما اللي هي ايه؟ الجلاندات بتزيد. عندي هنشوف بروليفريشن في الدكت والبيري دكتال كونكتيف تشو. الدكت بيبقى ايه؟ من كتر البروليفريشن ده هيحصل حاجه من اتنين، يا اما هتبقى يعني مش هيبقى كتير قوي، هتبقى بيتا بتبقى مفتوحه تبقى بيري كاناليكولر، او بتبقى مضغوطه يضغط عليها يزنقها تبقى ايه؟ انترا كاناليكولر. قلنا اللاينج بتاعها ده مهم، وانا حاسه ان هو هيجي، اللي هم تو لايرز، انر كيبويدال واوتر او فلاتند ايبيثيليوم، تمام. يبقى انر كيبويدال ايبيثيليوم واوتر فلاتند ايبيثيليوم، واللي شنو بيحصل فيها بروليفيريشن، تمام. قلنا تيوبولار ادينوما نفس اللي فوق بالظبط، بس ايه؟ بس ما مش بيحصل فيها بروليفيريشن للايه؟ للكونكتيف تيشو، فبتبقى ايه؟ ما بيبقاش فيها نفس الاشكال اللي فاتت دي، ولا بيلي كاناليكولار ولا انتر كاناليكولار ولا اي حاجه خلاص. وبتبقى الدكت ساعتي زي ما صغيره، مش بتبقى كبيره ولا ضيقه زي اللي هناك، وبيبقى في عندي ايبيثيليوم موجوده حوالين الجلانس، تمام. الانتراداكتال كارسينوما بتبقى عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن اول حاجه مش عارفه الفيجوال سراوندنج، وتبقى عندي الدكتس، في عندي مالتيبل دكتس بيكتر عددها، وبيبقى فيها ايه؟ والله شكل اربع اشكال، سوليد الخلايا موجوده على بعضها، الكريبري فورم عباره عن زي جلاند كبيره فيها جلاندات صغيره، وعندي الكوميدو بتبقى فيها سنترال نيكروز، والبابيلاري عامله شكل بابيلي كده طالعه جوه الايه؟ طالعه جوه اليومن، تمام. وعندي الانفيسيف كارسينوما في الاخر اللي هي الانتراداكتال كارسينوما، بيبقى سيكشن في البريست وفي مالجنت سيلز ارينجد في اي شكل، اللي هو ايه؟ كوردس او شيتس او داكتس او البيولز، اي حاجه مش البيولز، مفيش البيولز، نست، تمام، نست. وبنقول فيها ايه؟ بنقول ان بيحصل عندي حواليها ديزمبلاستيك ستروما، يعني الستروما حواليها بتزيد، بس كده. وكده احنا خلصنا شرح السلايدز. لو في اي حاجه ثانيه محتاجه شرح او محتاجه توضيح، ان شاء الله ابعتوا لنا يعني وعرفونا، وباذن الله هنشرحها ثاني ونقولها.